الرحمن الرحيم، ان شاء الله هنكمل مع بعض بقيه البرولوج. الجزء اللي هناخده النهارده ان شاء الله، او الجزء اللي هناخده دلوقتي ان شاء الله، هنتكلم عن الفاميلي تري. تمام، الفاميلي تري ده هو سؤال ان شاء الله مضمون يعني بنسبه 90 او 99% في الامتحان. في شغل كتير، تمام، وريليشنز كتير ممكن نعملها فيها، لان الفاميلي تري ممكن اعمل فيها كل العلاقات ما بين الناس وبعضها، العم الخاله او الخال، الاب الجد الاخ الاخت، الكلام ده كله. تمام، فالاكزامبل بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله اللي هو موجود في السلايد، مديني تري شجره عيله، تمام، وانا همسك التري دي واترجمها ريليشن. الريليشن بتاعتي هتبقى كلها بيرنت. تمام، مين ابو مين؟ بيرنت ما يقصدش بيها اب او ام، يقصد بيها بيرنت سواء كان اب او ام. تمام، بس فانا هترجم التري بتاعتي دي جوه نوت باد، تمام، بالريليشن بتاع بيرنت اللي هي زي ما احنا شايفين هنا، عندنا بيرنت بام وبوب، مسك بام ابو بوب او بيرنت لبوب، بعد كده مسكنا توم، توم بيرنت لبوب، وفي نفس الوقت توم بيرنت لليز. تمام، بعد كده نيجي نمسك بوب مع ان وبات، ونفس كلام بات مع جيم. تمام، بعد كده احنا جبنا التري بتاعتنا ترجمناها، بس ترجمناها بالبرولوج، والريليشن بتاعتنا بيرنت. تمام، كل اللي احنا نعمله ناخد الكلام ده نبصه عندنا في النوت باد. تمام، عندنا كده كده نوت باد عاملينها فاضيه. كل اللي احنا نعمله هنمسك ال التري بتاعتنا دي نكتبها واحده واحده جوه النوت باد. تمام، هنخلي دي كده على جنب عشان نعرف نشوف الريليشن بتاعتنا او التري بتاعنا. فاكتب اول حاجه بيرنت، تمام، ده الشكل العام بتاع او الشكل بتاع البيرنت. هاخده كده كوبي عشان ما نكررش. هيبقى عندنا حوالي كام ريليشن؟ حوالي 6 تقريبا. تمام، واحد مع ده، واحد اتنين تلاتة، بعد كده اربعة خمسة ستة، مظبوط. تمام، هبدأ بقى املى كل واحد لوحده. بام وتوم، بام وبوب، بام ابو بوب. طبعا في نقطة هنا، الاولاني في الارجيومنت او في ما بين الاقواس ده هو اللي يخص البريديكيت بتاعي. يعني البريديكيت بتاع بيرنت يبقى مين ابو مين، مش بوب ابو بام، لا، باشي من اليمين الشمال لمين، البام هو ابو بوب، البام هو الريليشن. تمام، البام هو البيرنت. تمام، بس نعمل نفس الكلام هنا، توم ابو بوب، بعد كده توم تاني ابو ليز. طبعا الكلام اللي انا بكتبه هنا كله سمول، ليه؟ لان ده اتوم. تمام، اسماء بعينها مش فاريبل، ممكن احطه بقيمه ثانيه. تمام، فانا كل اللي هكتبه هنا هكتبه سمول. تمام، مجموعه اتومز بس. بوب مع ان وبات مره، مع ان مره ومع بات مره، وبات مع جيم اخر حاجه. تمام كده، عملنا ريليشن، عملنا الفاميلي تري بتاعنا، ترجمناه بالريليشن بتاع البيرنت زي ما احنا شايفين هنا، حطيناه في النوت باد بتاعتنا. ممكن دلوقتي اشتغل عليه، يعني ممكن ده اسيبه. تمام، واجي في السيكتوس هعمل كومبايل، تمام، واختار الفاميلي تري بتاعتي. تمام، انا ترجمتها دلوقتي. لو عاوز اجرب ممكن نعمل بيرنت، نكتب مثلا بام وبوب، طلع يس على طول. ليه طلع يس؟ ان هو عامل كول للكويري بتاعتي جوه النوت باد، ولقى الكويري دي موجوده فطلع يس. تمام، اي واحده بقى ممكن اعملها، ممكن اعمل حاجه ثانيه برضو، نوع ثاني من الكويري، اكتب بيرنت. تمام، واعمل ايه؟ بام كوما اكس، يعني انا ما اعرفش مين ابن بام. تمام، انا عاوز اعرف بام ده بيرنت لمين. تمام، فراح اعمل كده في الاخر نو، معناها ان بام ابو شخص واحد بس، عشان كده حط نو بعد ما عملت سيمي كولوم وادوس انتر. طلع الاكس بوب، هو مكان اكس. تمام، لما عمل كول نو باد دور على بام، لقى بام الاكس، ترجمها مع بوب يعني سواها بوب، فيبقى الاكس بتاعتي الانسر بتاعك ايكوال بوب. تمام، هل في بام تاني؟ مفيش. تمام، يبقى هو ده بس الانسر اللي ممكن اطلعه، عشان كده عملت سيمي كولوم ادوس انتر طلع لي نو. تمام، ممكن اعمل العكس، اعمل العكس
هقول اكس مع كده روب. ساعتها بقى الموضوع هيختلف شويه، هيطلع لي 2، دوس انتر طلع لي ايه؟ الاكس هو كام؟ انتر طلع لي 2 نون. تمام؟ لو بصينا هنا هلاقي بوب ابوه عنده اب كام؟ عنده اب 2. تمام؟ عشان كده طلع لي 2. ممكن اعمل ريليشن الاثنين مش معلومين، انا عاوز اعرف مين ابو مين، ساعتها هيجيب لي النود بتاعتي كلها. تمام؟ اكس كوما واي. تمام؟ ساعتها هي نفس طلع لي الاكس والواي تم وبوب، واعمل سيمي كولون انتر توم وبوب، هيطلع لي كل النوبات بتاعتي كلها. تمام؟ طلع لي كل النوبات، كل واحد الاب والابن، الاب والابن. تمام؟ بس ده اللي ممكن نعمله في الريليشن بتاع بيرنت. طيب ناخد حاجه ثانيه، ناخد مثلا ماذر وفاذر. طيب ده هاخد ماذر وفاذر، البيرنت ما كانش بيحدد هو اب ولا ام، عشان اعرف احدده هو ماذر وفاذر لازم اعرف الاول مين الفيميل ومين الميل. تمام؟ فلو بصينا هنا كده هنلاقي ايوه هنا عامل ريليشن بتاعت الميل وفيميل اهو، محدد مين الميل ومين الفيميل في الاسماء اللي عندنا اللي هو بام وبوب في شجره العيله. ساعتها اعرف اعمل ايه؟ فور المذر والفاذر. تمام؟ نكتب الجزء بتاع الميل وفيميل ده في النوت باد بتاعتنا. تمام؟ مين الميل ومين الفيميل؟ ميل توم، بعد كده اخد ميل دي كده كوبي عشان تتكرر معانا الترجمة تحت. يعني عندي كم ميل؟ عندي 3. تمام؟ في واحد مش محتاج. لا تمام بس كده. يبقى مين ميل تاني؟ ميل بوب، وعندي ميل جيم برضو، بوب وجيم. تمام؟ بس الفيميل بقى ده الولد، والفيميل هو البنت. تمام؟ عندي 4 فيميل. تمام؟ 4 فيميل. راح نترجم تحت. بس تمام، بس واكتبهم واحدة واحدة. فيميل بيرل، بعد كده ان، بعد كده بيت، واخر واحد عندي هو ايه؟ ليس. تمام؟ بس يبقى كده كانت الميل في الميل. طيب دلوقتي انا عاوز اعمل فازر ومذر. فازر ومذر دي فكرتها ايه؟ رول. تمام؟ يعني مش مجرد ريليشن، ريليشن رول هستخدم فيها الاثنين دول، حوار البيرنت والميل. تمام؟ يعني الاول هثبت ان هو بيرنت، وبعد كده اثبت ان هو سواء انا عاوز، يعني لو انا عاوز اعملها مثلا مذر لازم اثبت ان البيرنت ده فيه ميل. تمام؟ فلو حتى فكرنا فيها كده باللوجيك، هثبت الاول ان هو والد ليك، والد ليك. تمام؟ ان الشخص ده والد ليك. بعد كده عشان اثبت، لو انا عاوز اثبت اب او ام، اثبت ام مثلا لازم اثبت ان الوالد ده عباره عن ذكر. تمام؟ ولد. تمام؟ ساعتها هيبقى ابوك. تمام؟ لو اثبت ان هو انثى يبقى ساعتها بقى ايه؟ يبقى مذر. نشوف كده مع بعض، نعمل فازر. تمام؟ اكس واي في حاله ايه؟ اول حاجه لازم يكون بيرنت. تمام؟ بيرنت اكس واي، اكس كوما واي. طبعا اكس واي دي كلها كابيتال. كابيتال. تمام؟ حروف كابيتال يعني فاريبل. تمام؟ بعد كده اثبت ان الاكس ده ميل. تمام؟ ميل. تمام؟ اثبت ان هو ميل. نفس الكلام ده هعمله في مذر، بس الفرق هنشوف دلوقتي الفرق ايه. يعني ممكن اخده كوبي كده تمام؟ واشيل بس دي واكتب مذر، وبيرنت زي ما هي، ودي بدل ما هي فيميل ازود عليها الاف والاي تبقى فيميل. تمام؟ اثبت ان الاكس اللي هو الوالد فيميل. تمام؟ بس ممكن نجربها دلوقتي، نعمل كنترول اس ونروح للسيكتوس، نعمل كومبايل من جديد عشان التشينج اللي احنا عملناه.
تمام. نجرب ماذر. بام وبوب مثلا، تمام. احنا عارفين بام ده في ميل، فساعتها المفروض يطلع ايه؟ يس، تمام. طيب لو عملت نفس الريشن دي وعملت توم، طلع لي نو، لان توم ميل مش في ميل، تمام. طيب لو عملت نفس الريليشن بس غيرت بقى، ده ما تبقى ماذر تبقى فوزر، طلع لي يس، لان توم ده ميل، تمام. بس ده حوار فازر مثلا، ممكن اعملها اكس واي ويطلع لي هو يعني يعملها variables، يعني من نفس الكلام ده كده، واجي هنا بدل ما اكتب اتومز اعمل variable فيطلع لي كل المصدر، كل ام وهي ام مين، تمام. بس اهو تمام، في اثنين، في امهين في شجره العيله، بام وبات، بام ام بوب وبات ام جيم، تمام. بس لو عملنا واحدة مثلا، عملنا بام وبوب، وبوب دي خلاها اكس، هيطلع لي الاكس ايكوال بوب، تمام. لو انا عاوز اعرف بام دي ام لمين، تمام. بس ده كل اللي ممكن نعمله في الفازر والمذر، دي ريليشن. ايه تاني ممكن نعمله مثلا في الريليشن بتاعت فازر والمذر؟ ممكن نعمل حاجة تانية، ممكن نعمل براذر وسيستر، تمام. اللي هو اخ واخت، عشان اثبت ان هو عشان اثبت ان اكس اخو لواي او اكس اخت الواي، تمام. لازم اول حاجه يكون الاثنين نفس البيرنت، مشتركين مع بيرنت واحد، تمام، سواء كان اب او ام، تمام. بس دي حاجه. وتاني حاجه، لازم لو انا هشتغل براذر يبقى لازم يكون الاكس ميل، تمام، عشان يبقى اخوك لازم يكون هو ولد، تمام. دي حاجه تانيه. تالت حاجه اخيره، ان لازم يكون اخوك ده مختلف عنك، يعني لو انا كتبت لحد الميل وسكت، ممكن يطلع لي الانسر بتاعي الشخص اخو نفسه، تمام، وانا اعرفش هو بيشتغل على الكود اللي انت كاتبه، الكود بتاعك يسمح له ان يطلع الاثنين الاكس والواي بنفس القيمه، الاكس انت والواي هو انت برضه، ما انت اخو نفسك عادي، ما يعرفش ان هو ان الكلام ده لوجيك غلط، تمام. فلازم اعمل له كمان كونديشن زياده في الاخر اسمه different x y، تمام. هنكتبها ازاي؟ لو هنعمل مثلا brother، تمام، x brother y، تمام. ممكن y ده يكون بنت، ممكن يكون ولد، ايا كان، بس المهم ان الاكس بتاعي هو البراذر، هو الولد، تمام. بس شوف بقى، اول حاجه لازم يكون مشتركين لاب واحد، فهنعمل تو ريليشن بيرنت، تمام، بيرنت تمام. وانا قوم على ان الحاجه دي اندد مع بعض، يعني لازم كله يتحقق مع بعض، الزد ابو الاكس، بعد كده هو نفس الزد يكون ابو الواي، تمام، المشكله مشتركين في اب واحد او والد واحد، تمام. بعد كده لازم يكون الاكس ده ايه، مش انا شغال براذر، يبقى الاكس ده ولد عشان هو الاخ، تمام. فيبقى ميل اكس، بس اقف لحد هنا، لا لازم اقول له بقى ايه، ان الاكس ده غير واي. different اكس كوما واي، تمام. بس عندي مشكله في السيكتوس، ان هو مش قال different دي، المفروض ان السيكتوس لو مظبوط different يبقى built in في اللايبرري بتاعت السيكتوس، يعني الحاجه دي المفروض تكون موجوده عنده اوريدي، هو يستخدمها على طول، تمام. فانا لو استخدمت كده هتلاقيه بيطلع لي ايرور ان هو مش لاقي دي، تمام. فاحنا هنعملها، بس هنشيل دي مؤقتا، بس نعرف ان احنا لو في امتحان جات لنا براذر لازم تكتب الكونديشن الاخير ده different x1، تمام. ممكن يجي كده نعمل انتر، تمام، ونعمل كومنت بس ونشتغل على دي دلوقتي. هو الصح ان ايه؟ ان ديفرنت لازم تتحط، تمام؟ لو انا ما حطيتش ديفرنت هتلاقيه مطلع في الانسر الاخ واخو نفسه، تمام؟ بس لكن احنا كتبناه هنا، هو طبعا هيطلع لي ايرور في المساله عشان حوار ديفرنت ده ان هو مش قاريه، صح ان هو يقراه، تمام؟ لكن هنشتغل على ده عشان نشوف بس الانسر بيطلع ازاي، تمام؟ هعمل نفس الحوار بتاع براذر ده هعمله مع سيستر، هو ممكن احط ده كمان كوبي بيست كده واغير بس الاسماء واخلي الميل دي في ميل، تمام؟ سيستر اخت، تمام. نيجي نعملها
بدل البراوزر اكتب ايه؟ سيستم بس، وهنا بيرنت هو هو بس بدل مين يبقى في مين، تمام. وطبعا اكس غير واي بس. نسيف نيجي هنا كومبايل، نعمل براذر، هنشوف مين اخو مين. طبعا هنا هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي الحاجات واخو نفسه، لان احنا ما عملناش حوار ديفرنس، والديفرنس ده للاسف هنا مش شغال، تمام. فاحنا هنجرب دلوقتي نشوف، وهتلاقي البراذر طالع مع الغلطه بتاعتنا يعني، او الجزئيه الغلط اللي احنا عاوزين نتحاشاها، بس مش هينفع لان مش عارف نعملها هنا يعني، لان السيكتوس مش كامل هنا، مش قاري يعني اللايبرري بتاعته مش كامله. المفروض ان الديفرنس دي يعرف يقراها هنا، لكن هو مش هيعرف يقراها، تمام. هندوس انتر، هيطلع لي بوب او اخو بوب نفسه الاول طبعا، بعد كده بوب اخو بوب تاني من الناحيه التانيه، بعد كده بوب اخو ليز، تمام. لو بصينا على شجره العيله، بوب وليز اخوات، توم ابو بوب وابو ليز، تمام. بس بعد كده جيم وجيم، بعد كده نو، تمام. والصح انه لما يطلع لي في الانسر يطلع لي بوب وليز ويسكوت، تمام. عندنا وان وبات، صح، ان وبات المفروض يطلعوا مع بعض برضه، هو ما طلعهاش هنا لان هو مش براذر، هو طلع براذر بس، تمام. لو كتبت سيستر هتطلع ان وبات معايا. ايه ليز بوب من ناحيه ليز، ليز بنت، فمن ناحيه ليز ليز اخت بوب، تمام. لكن اللي فوق كان بوب اخو ليز، تمام. بس هنا ليز اخت ليز نفسها، ماشي. ان اخت ان نفسها، بعد كده ان اخت بيت، تمام. خلينا من الاخت نفسها دي لان ده غلط اساسا، ناخد بس الجزئيه الصح اللي عندنا، اللي هنا ليز اخت بوب، تمام. وهنا ان اخت بيت، تمام. سيمي كولون، بيت اخت ان، صح. ما هو لو مسك ان، لو شفت ان، لان دي بنت وفي الناحيه الثانيه بات، فهي اختها. من الناحيه الثانيه بات هي بنت برضو، وهي اخت لان، تمام. لو بصينا من ناحيتين بس، سيمي كولون بات بتاع نفسها بس في الاخر منهم، تمام. يبقى عندي هنا الانسر بتاع سيستر ليز وبوب، بعد كده ان وبات، وبات وان، وفي الاخر خلاص مفيش حاجه تاني كده. الريليشن بتاع سيستر يعني، هي فكره الريليشن بتاعت الفاميلي تري انك تفهم بس اللوجيك بتاعها ازاي، وتحاول تترجمها بطريقه البروج، تكتبها باسلوب البروج بس مش اكتر، تمام. موضوع يعني بسيط، ما فيهوش تعقيد قوي. بعد كده ايه الريليشن ممكن اكتبها تاني في الفاميلي تري؟ الريليشن بتاعت جراند بيرنت وجراند فاذر وجراند ماذر، تمام. ممكن اساسا حتى يعني لما اقول لك الريليشن ممكن تفكري فيها، او نفكر فيها مع بعض قبل ما نبص نكمل في الفيديو. ولو طلعت صح خلاص مش لازم تكمل، ممكن تشوف بقى الانسر بتاعك مظبوط ولا لا، اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي هنا، وتكمل على كده يعني. ممكن اي ريليشن هقول لك الريليشن هنا في هقول لكم الريليشن في الفيديو وانا بشرح. بعد كده اللي عاوز يجربها مع نفسه ممكن يوقف الفيديو ويجرب مع نفسه، وبعد كده يشوفه مظبوط ولا لا، تمام. فدلوقتي هنجرب جراند بيرنت، جراند بيرنت عاوزين نعرف الاول جراند بيرنت طبعا، يعني جراند اكس مع واي، ماشي. عاوزين بقى ايه قبل ما اكتب جراند بيرنت؟ طيب جراند بيرنت فكرتها ايه؟ والد، جد، تمام. هنا ما حددتش جد اب وام، هو جد وخلاص، تمام. ايا كان، فعشان يكون الاكس ده جد واي لازم يكون في اب في النص، يعني الاكس ده ابو فلان وفلان ده ابوك، تمام. ساعتها يبقى ابو فلان ده اللي هو ابوك هو جدك، تمام. بس في الريليشن هنا هستخدم بيرنت بس، تمام. مش هستخدم لا فيميل ولا ميل ولا الكلام ده، اتنين بيرنت، بيرنت للجد مع الاب مع ابنه يعني، وبيرنت للاب مع الابن، تمام، اللي هو الحفيد في الاخر اللي هو انت، تمام. بيرنت اكس مع زد اللي هو الاب، اند بيرنت الزد بقى مع مين؟ مع الاكس، تمام. بس ده الريليشن بتاع الجراند بيرنت. نعمل الريليشن بتاع الجراند فاذر، ما فيش اي حاجه، الفرق بس او الزياده اللي هعملها ان انا هاجي هنا واخلي الاكس ده ميل، تمام. يعني عشان دي قلنا فاذر، تمام. كل اللي هزوده بس
ان الاكس ده ميل، ان هو جد، فلازم يكون الاكس ده ايه؟ ذكر، تمام، او ولد، راجل يعني. يبقى ميل اكس بس، تمام. ده السطر زياده، هعمل نفس الكلام مع جراند ماستر، تمام. زود هنا بقى ايه؟ فيميل، والجراند يبقى ايه؟ ماب، جراند ماب، تمام. بس ممكن سيف ده ونجرب برضو، كومبايل تاني، عاوز اجرب جراند ماذر. وانا في بيقول لي تقريبا في مشكله، اتاكد برضو من اللي احنا كاتبينه مظبوط. اكس واي خلينا اكس زد، مش عارف ايه هنا عملنا مظبوط. نجرب ان شاء الله ما يكونش في حاجه. جراند بيرنت، اكس واي احنا مش عارفين، عاوزين نعرف، تمام. طلع لي نو. طيب جراند بيرنت ملهاش، يبقى في حاجه نشوفها مع بعض. هنا في اهو بيرنت اوف فاميليز والكلام ده، اكس واي. تمام، دي كانت المفروض تبقى واي بقى، زد ابو واي، تمام. دي الغلطة اللي احنا عملناها ما خدناش بالنا منها. هنا برضه نفس الكلام، المفروض ده يبقى واي بس. سيف، نعمل كومبايل تاني للأسف. لازم هنا لو سيفت يبقى انت غيرت النود بتاعتك، لازم تعيدها من تاني. بس ساعتها نجرب دلوقتي ريليشن احنا جربناه قبل كده، هطلع لي ايه؟ فام وان. بص شجرة العيلة، فام وان، صح مظبوط، فام جد ان، سواء كان اب وام. طبعا هنا الريليشن جد، تمام. سيمي كولون انتر، اي فام وفات، سيمي كولون توم وان، سيمي كولون توم وفات، بوم وجيم، بعد كده نو، تمام. ده الكريت بينت اللي عندي، ممكن احددهم بفازر مذر زي ما شفناهم، هنعمل نفس الحوار برضو جراند بس فازر واكس واي، ونشوف هيطلع الانسر ايه، تمام. بس ده حوار جراند بيرنت جراند فازر ومذر. في الريليشن اللي جايه ان شاء الله هناخدها المره الجايه الانت اللي هو الخاله، وفي الكوزن الكوزن اللي هو ابن العم، وفي البريديسيسور، تمام. البريديسيسور ده حوار يعني مش حوار يعني يخص يعني اهم حاجه في الفاميلي تري، تمام. وهو داخل تحت درس يعني جديد ان شاء الله، حاجه اسمها ريكيرجن. الريكيرجن دي فكرتها ان انا باجي جوه الفانكشن بتاعتي، لو شفنا في النوت باد يعني ده الرول بتاعي اسمه جراند بيرنت، اجي جوه انادي الجراند بيرنت تاني كاني بعمل لوب، تمام. بنادي نفسي، استدعاء ذاتي، بنادي نفسي من جوه، تمام. وبعمل لفه كده كبيره لحد ما في حاجه توقفني، هنعرف ان شاء الله تقف ازاي، تمام. ساعتها اخرج بره الحوار بتاع البريديسيسور او الريكيرجن ده واطلع الانسر بتاعي، تمام. ده الريكيرجن ان شاء الله ناخده المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.